للأسف يا جماعة ما رح تقدروا تسافروا اليوم. ليه أبو العز؟ ليه أستاذ ناشي؟ الوضع صعب جدا بالمطار هون. صعب ليه؟ باسبورتاتنا معانا وتذاكر الطيارة قاطعين. إيه اللي حيقعدنا؟ وديك شفت إيه اللي حصل لنا هنا؟ عم بيقولوا من وزارة الخارجية الأمريكية جاي على بغداد، والجيش الأمريكي حاطط إيده على المطار. بهيك ظرف أمني متشدد مستحيل تقدروا تطلعوا الشنط اللي معكم. بعدين الرجال هون عم بينصحونا بأنه نتأخر شي يومين ثلاثة. يومين ثلاثة هنا بغداد؟ للأسف هيك ظرفنا يا أستاذ. على كل حال مو مشكلة، يعني منه فرصة هون ترتاحوا وتشرفونا، فرصة تانية بأنه هيك تشوفوا بغداد. وحنبات فين أنا والعيال دي بالشنط دي كلها؟ أنت ارتاح يا أستاذ ناجي واترك كل شي علي، أنا جاهز. في أوتيل هنا؟ أنا بأوتيل ما بنصحكم أبداً، نحن هون ببغداد مش بالشام. وبعدين أنا عندي شقة كثير ممتازة، راح تعجبكم ترتاحوا فيها. نمشي هلا؟ ناجي في إيه؟ في حاجة؟ لا ما فيش، أصل أبو القاسم الحقيقة عمل مستحيلات عشان يلاقي أماكن على الطيارة ما عارفش. طب ما اتكلم انا بتوع اليونايتد نيشنز. لا يونايتد نيشنز ايه ده، هو يومين ثلاثه هنقعدهم يكون ابو القاسم حاجز لنا اماكن على الطياره. هنقعد هنا فين؟ استاذ ناجي بعد اذنك بدنا نروح لعند صديق اسمه سعاد عبد الله بالعظميه. مين سعد عبد الله؟ رجل صديق من اجمل رجال بغداد، هو استاذ تاريخ، رجل محترم كان عايش عندنا بالشام، تعرفت عليه. هو لحالهم هلا هو ومرته فقط بالبيت. بيته الحمد لله كبير وواسع وعندهم اوض فاضيه. انا حكيت معه هو ناطرنا، اكيد راح يفرح فينا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بابو القاسم حبيب قلبي. اهلا بيك. شو اخبارك؟ الحمد لله. استاذ ناجي عطا الله. يا اهلا وسهلا. صديق المصري اللي حكيت لك عنه. يا اهلا وسهلا. استاذ سعد. تفضلوا تفضلوا. شرف. تفضلوا اهلا وسهلا. تفضلوا. تفضل يا مدام. اهلا وسهلا. تفضلوا شباب. أستاذ ناجي عطا الله رمز من رموز المقاومة ومن أشد المعجبين بفكرة القومية العربية. الله يخليك أبو القاسم. حبيبي ست كاميليا زوجته. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. والشباب دول كلهم أولادكم إن شاء الله؟ آه أولادنا. أولادنا؟ لا أهلاً. جبناهم إمتى دول؟ زي أولادنا دول، أصلهم رمز من رموز الانتماء الرمزي حينما يكون الرمز له مصداقية معينة، وهذا يتبع ما سوف يكون بعد الرمز وما قبل الرمز إن شاء الله. أمي سعد. نعم. الشباب ضيوفنا وغالين علينا، الله يرضى عليك، ما بدي حدا على الإطلاق يعرف إنه في حدا عندك هون بالبيت. ولا توصيني يا أبو القاسم، الله يخليك ولا توصيني. يلا يا شباب، يلا ولدي، يلا توجناتكم قبل على الغرف الفوق، غيروا ملابسكم، أنتوا ببيتكم إن شاء الله. وأنا أقوم أحضر العشاء. طب أجي أساعدك أنا كمان. تفضل تعال. وأنا جاي تعال. يلا أنا بستأذن لحظة. معلش يا أستاذ سعد، عملنا لك دوشة يعني. ولا تقول هذا الكلام أستاذ ناجي، انتوا ساعدتونا. انا وزوجتي بهذا البيت الطويل العريض، وحدنا، لا حد يزورنا ولا احنا نزور احد. انتوا راح تملون علينا البيت ان شاء الله.
السلام عليكم. ارتاح ارتاح. اهلا عمي سعد. نعم. هلا جارك هذا قليل الاخلاق ستوري بعده ساكن هون ولا راح؟ اخ يا ابو القاسم ما زال جاري كوم احجار ولا هجار. مين ستوري ده؟ يا سيدي هذا جاره للاستاذ سعد، واحد قليل ضمير ما بيخاف الله، لا اخلاق لا ضمير لا قيم لا مبادئ. مره مع الامريكان، مره مع القاعده، مره مع الحكومه، مره ضد الحكومه، مره مع جيرانه، مره ضد جيرانه. يا رجل عنده استعداد يبيع امه وابوه كرمال دينار دينار. اسمه ستوري؟ انا افتكرته امريكاني. لا هو اسمه عبد الستار، بس من كان صغير امه وابوه دلعوه سموه ستوري ستوري ستوري، لما كبر وصار ستوري. وبيشتغل ايه ستوري ده؟ عنده سيارة شحن كبيرة، شي يصدر بيها ما نعرف، شي يستورد بيها ما نعرف. على فكرة أستاذ ناجي، كل سيارات الشحن بالمنطقة تفجرت إلا سيارة ستوه. هنا عدنا القنابل ما شاء الله تندى الطريق خزين، عدنا حتى القنابل تترشي. مكتبتك حلو قوي يا استاذ سعد، دي كلها تاريخ. لما يكون الحاضر سيء والمستقبل مجهول تضطر تهرب للماضي، يمكن تلقي شيء تكمل حياتك فيه. الله عليك الله عليك يا استاذ. استاذ ناجي انا مضطر امشي، انت هلا بيدين امينه بين يدينها النشمه، بس بودك انه انا ما راح اترك بغداد لحتى اطمن عليك بانك صرت بنص القاهره. اتفقنا؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا. والله مش عارفة أقول لك إيه يا حاجة فوزية، طبينا عليكم كده مرة واحدة وقلبنا لكم البيت. لا تقولي نيتشي حبيبتي عيني، مدام كاميلة أنت أختي، وحتى نضال لما دخلت علي حسيت إنها بنتي. حبيبتي أنتوا أسعدتونا بوجودكم. حبيبتي إحنا نقعد بالشهور أنا وسعد وما حد يدق الباب علينا، تقولين قاعدين بمعتقل. بالعكس حبيبتي أنتوا نورتونا ومليتوا علينا البيت. ربنا يخليك يا رب. هي مدرسة الأستاذ سعد قريبة من هنا ولا بعيدة؟ هنا بنهاية الشارع قريبة جدا. طب كويس، يعني المدرسة جنب البيت. نعم. يا ترى بقى بتشتغل طول أيام الأسبوع ولا أيام معينة في الأسبوع بس؟ لا لا بنشتغل ولا يوم واحد بالأسبوع. إزاي؟ هو هذا الحال ما بعد الاحتلال بالعراق، أكو مدارس وأكو مدرسين ويقبضون رواتب ما كانوا يحلمون بها قبل الاحتلال، لكن لا تعليم ولا تدريس. هما الرواتب بتاعتكم بتقبضوها على ايه؟ حتى نسكت، حتى ما نتكلم، وكثير من المدرسين مرتاحين على هاي الشغله، متونسين، يقضي ايام الشهر كلها بالبيت، واخر الشهر يروح يستلم راتبه، انا من الناس استلم 500 دولار شهريا. ومين اللي بيدفع المرتبات دي؟ اللي يجي من النفط يتوزع من عنده قسم قليل رواتب، والباقي على اساس خدمات، وتماما ماكو خدمات حقيقيه. 70 مليار دولار تنصرف بدون ناتج، والمواطن بعيد عن مؤسسة الدولة. ماكو اقتصاد منتج، ماكو اقتصاد مستهلك يا أستاذ ناجي، اقتصاد يتيم. ويتيم ليه؟ احنا الشعب العراقي على أساس يتيم، فالحكومة والأمريكان يوزعوننا كل شهر صدقة حسنة حتى نعيش. والفلوس دي كلها بتترمي كده من غير فايدة يا أستاذ سعد؟ أستاذ ناجي هاي الدولارات، الآلاف الدولارات، المليارات الدولارات لما تنصرف بدون نتيجة معناها ما إلها قيمة، والمواطن ما إلها قيمة. أكو بالمنطقة العربية مشاكل لا تعد ولا تحصى، ما إلها مثيل في كل العالم. أنت شايف في حياتك مدرس أستاذ يأخذ راتب شهري وماكو لا طلبة ولا مناهج؟ طب والأهالي هنا مش عايزين يعلموا أولادهم؟ بدل في مدارس وفي مدرسين، الأولاد ما بيجوش ليه؟ الناس خايفين أستاذ ناجي، خايفين. العراق ما بيه أمان تماماً، أكو عصابات وأكو قتل وأكو تفجيرات وأكو خطف. الناس تخاف تبعث أولادها للمدارس
لأنه ما ضامنين عودتهم للبيت. أنتوا كده بترجعوا العراق 1000 سنة لورا. إيه قيمة أي بلد من غير تعليم ومن غير علم؟ والأجيال اللي جاية هتعمل إيه؟ أستاذ ناجي، صفوا كل العلماء، كل أساتذة الجامعة، كل المتميزين بالعراق، صفوهم. ليش نبعث أولادنا للمدارس إذا كانت هي نتيجة المتعلمين هاي؟